مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت عددا من مدن وقرى الضفة الغربية والمدينة القديمة في القدس الشريف. شبان فلسطينيون يتصدوا لقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما ردت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة. المواجهات جرت على واقع ارتفاع غير مسبوق في الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى الشريف، في ظل حديث بعض وسائل الإعلام عن انطلاق انتفاضة جديدة ضد الاحتلال الصهيوني لمواجهة خططه للاستيلاء على المسجد الأقصى بعد مرور 48 عاما على احتلاله. وفيما شدد الاحتلال من قبضته الأمنية على مدن القدس والضفة الغربية، قامت قواته بحملة اعتقالات ومداهمات للعديد من المنازل، وتواصلت البيانات المنددة بهذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني. السلطة الفلسطينية نددت بالعدوان الصهيوني ودعت الأمم المتحدة إلى توفير حماية للشعب الفلسطيني. من جانبها توعدت قوى المقاومة الفلسطينية الاحتلال برد صاعق على اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني، ودعت العالم العربي والإسلامي لإظهار تضامنه مع الشعب الفلسطيني.